بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور.